بيون اسرائيل يفرون من وجهها في ساعات، بل سويعات. سويعات في سنة 56 لم تستمر الحرب اياما، وفي سنة 67 استمرت الحرب 19 دقيقة بعد ضرب الطيران. اما اذا حارب بعضنا بعضا ظللنا شهورا وسنوات. ذهبنا الى اليمن فظللنا فيها 5 سنوات نحارب، وذهبت سوريا الى لبنان، ويا للاسف يا حافظ الاسد، والله ما انت بحافظ ولا اسد. ضحك عليك موشيل عفلق يا حافظ، ضحك عليك الصليبي الحقود. يا حافظ اسمع نصيحتي قبل ان ياخذك الله اخذ عزيز مقتدر. اتنضم بجيشك الى بيير الجميل؟ اتنضم بقوات سوريا الى فرنجية؟ اتسخر جيشك لخدمة الصليب يا حافظ؟ يا حافظ ما دينك؟ ما ملتك؟ ما شريعتك؟ اتقاتل مع النصارى وانت الذي لم تستطع ان تحرر شيئا من هضبة الجولان؟ يا حافظ الاسد اتق الله، لقد ظلموك اذ سموك حافظا واسدا. اسد علي في الحروب نعامة، اين كانت اسديتك؟ واسرائيل تضرب الابرياء، اين شهامة العرب امام اسرائيل؟ امام اسرائيل نولي مدبرين ويصدر القرار بالانسحاب، وامام بعضنا بعضا نستعمل استراتيجية النفس الطويل كما كانوا يقولون. في حرب اليمن ذهب اللواء المدرب لحرب اسرائيل فأبيد عن آخره في أعالي جبال اليمن. قتل منا في حرب اليمن 50,000 شاب، وأنفقنا على الحرب 4,000,000,000 جنيه، وفي مصر 4,000 قرية. لو أن كل قرية وضعنا فيها 1,000,000 جنيه لأصلح الله حال الأمة، لأصلح الله حال الأمة. وبعد ذلك يطالعنا وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي ويقول اعطوني 3 سنوات ستصلح هذه الأمة اقتصادية، 3 سنوات. وأنا أقول له إنك حالم، انك تغط في نوم عميق. ان ديون مصر بلغت 40,000,000,000، وفي مصر 6,000,000 فدان. لو اننا بعنا الفدان ب1,000 جنيه فسيكون ثمن البيع 6,000,000,000 جنيه. الديون 40,000، اقسم 40 على 6,000,000,000، يعني لو بعنا ارض مصر كلها ما وفينا سدس الديون. المسألة يا وزير الاقتصاد ليس لها من دون الله كاشفة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اذا حاربنا اليهود ولينا مدبرين، اذا حارب بعضنا بعضا لبثنا سنين وسنين، لان المباراة تدور على ارض لبنان، والحكمان واقفان روسيا وامريكا يشاهدان المباراة العنيفة، ولن يطلق احدهما صفارته الا اذا كانت نهاية المباراة ضد لا اله الا الله. اعلموا هذا، اعلموا هذا.